بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالجزء 21 اللي خاص بأساسيات السي شارب. اليوم رح نحكي عن الانهيريتنس. أنا محمد إماد عرفي. في هذا الدرس رح نتعرف على الواي انهيريتنس والأدفانتج أوف انهيريتنس وكذلك أيضا الانهيريتنس سنتكس وأخيرا الانهيريتنس كونسبتس. بالبداية واي انهيريتنس، عمليا نحن ليش نحتاج الانهيريتنس أو الوراثة؟ لنفترض إنه في عنا عمليا تو كلاسز. الكلاس الأول هو عمليا فول تايم امبلوي اسمه، وبيحتوي على الفيرست نيم لاست نيم ايميل يلي سالري، وكذلك ايضا بيحتوي على ميثود اسمها برنت فول نيم، وكلهم عمليا مين انستانس. تمام، ففي عندي هون عمليا مين انستانس مين ممبر. وكذلك ايضا في عندي انذر كلاس اسمه عمليا بارت تايم امبلوي، بيحتوي على الفيرست نيم واللاست نيم والايميل والاورلي ريت، وكذلك ايضا بيحتوي على ميثود اسمها برنت فول نيم. اذا لاحظت ان عمليا عندي في تو كلاسز وبيناتهم عمليا اكثر من فيلد مشترك اللي هو عمليا الفيرست نيم اللاست نيم والايميل. اذا لاحظنا عمليا هاي الفيلدز هي مشتركه ما بين التو كلاسز، كذلك ايضا اللي هي البرنت اللي هي فول نيم هي مشتركه في الفول تايم وبالبارت تايم امبلوي كلاسز. اذا عمليا اذا انا عمالي عم بواجه عندي مشكله انه انا في عندي ريدندنسي في الكود. تمام، لما نحكي عن ريدندنسي في الكود معناته عمليا عمالي عم بكرر بالكود، تكراري في الكود معناته عمليا بحتاج الى وقت حتى اني عمليا اكتب هذا من الكود، بالتالي هو عمليا باخذ مني تايم. الامر الاخر انه انا في عندي تكرار في الكود معناته عمليا لما اجي اعمل تيستينج للفول تايم امبلوي راح ياخذ معي وقت، وكذلك اذا لما اجي اعمل يمين تيستينج للبارت تايم امبلوي كذلك اذا راح ياخذ معي وقت مين كمان اخر. اذا لاحظنا عمليا موضوع التستنج عمال راح يكون معي كبير لانه في عندي بالفول تايم وفي البارت تايم، وكذلك ايضا عمليا في عندي دوبليكيشن في الكود، انا عمال مش عم بستفيد في الكود، عمال في عندي تكرار في مين في الكود. فكانت الفكره انه ليش ما انا عمليا مين اخذ مين الامور المشتركه في الكلاس اللي موجود عندي اللي هو الفول تايم امبلوي، واخذ كذلك ايضا مين اللي هي الامور المشتركه ايضا في البارت تايم امبلوي واحطهم داخل كلاس مين واحد. تمام، على النحو مين التالي: اخذت الفيرست نيم واللاست نيم والايميل، واخذت مين البرنت فول نيم مين ميثود، وحطيتهم داخل مين الكلاس وسميت هذا الكلاس مين امبلوي. اذا الكلاس اللي اسمه امبلوي بيحتوي على الامور المشتركه ما بين التو كلاسز. تمام، الان برجع لمين للكلاس اللي اسمه فول تايم امبلوي وبحط اللي هو فقط الامر اللي خاص او اللي بيتعلق بالفول تايم امبلوي واللي هو عمليا مين اليرلي سالري. كذلك ايضا من باجي لموضوع البارت تايم امبلوي كلاس وبحط الامر اللي خاص فيه او الفيلدز اللي خاصه فيه اللي هي عم يميل اول لمين ريت. تمام، الان انا عمالي باستخدام الوراثه شو يعني الانهيرتنس؟ الانهيرتنس معناته انه عم يميل الفول تايم امبلوي كلاس عماله برث كل الامور الموجوده داخل مين داخل الكلاس اللي اسمه عمليا مين امبلوي، وكذلك الامر بالنسبه لموضوع البارت تايم امبلوي كلاس راح يرث كل الامور الموجوده داخل الامبلوي مين كلاس. اذا الفول تايم امبلوي ورث كل شيء موجود داخل مين الامبلوي مين كلاس، زائد انه بامكانه انه يستخدم المين اليرلي مين سالري. كذلك ايضا بالنسبه لموضوع البارت تايم امبلوي صار بامكانه انه يستخدم كل شيء موجود داخل اللي هو الامبلوي مين كلاس، وكذلك ايضا زائد استخدام مين الأول لمين ريت اللي هي موجودة داخل الكلاس. تمام، اذا لاحظنا عمليا انا لما اعمل تيستينج لمين للبيس كلاس معناته انا عمليا بعمل تيست مين مره واحده. تمام، وعمليا هذا الكود راح يتم استخدامه في اكثر من مين مكان، بالتالي انا عمليا بدل ما كنت اعمل عندي هنا تو تيستس على اكثر من تيست على كل كلاس، بالتالي عمليا صار في عندي تيست مين واحد. اذا صار في عندي عمليا موضوع التيستينج والتايم اللي انا بحتاجه في التيستينج عمليا انا قللته. النقطه الثانيه كذلك اذا صار في عندي عمليا ريوزابيلتي لمين للكود، انه انا يمين الكود بكتبه مرة واحدة وبستخدمه في مين في أكثر من مكان، بدل ما كان عندي هنا عمليا duplication في مين في الكود. تمام، لاحظ عمليا عندي هذا الكلاس اللي بيحتوي على الأمور المشتركة أو الكومن كود اللي موجود عندي في two classes بنسميه عمليا مين بالبيز مين كلاس، في حين انه والبيز كلاس بشكل عام بيحتوي على الامور بيكون عم يمين مور جنرال. تمام، بنكون عم يمين بتميز انه عم يمين فيري جنرال، لكن
كلاسز اللي بترث منه عمليه اللي هي الفول تايم امبلوي مثلا، او وكذلك ايضا البارت تايم امبلوي، هي عمليا بتكون مور كاستمايز، تمام، بتكون عمليا محدده بشكل اكثر، تمام. مثلا الفول تايم امبلوي راح تحتوي فقط على الامور التي تتعلق بالفول تايم امبلوي، مثلا اليرلي مين سالري، والبارت تايم راح تحتوي على فقط بالامور المتعلقه بالبارت تايم امبلوي واللي هي عمليا مين الاورلي مين ريت، تمام. إذا عمليا من هاي الكلاسز اللي هي الفول تايم والبارت تايم بتكون مور كاستمايزد. والأمر الثاني هي بنسميها ديرايفد مين كلاس. الديرايفد كلاس هي ترث من مين؟ من البيزد مين كلاس. في تسمية أخرى غير الديرايفد كلاس، في ناس بيسموها عمليا مين التشايلد مين كلاس. إذا تشايلد كلاس أو ديرايفد كلاس كلاهما نفس مين المعنى، تمام؟ تمام. الان خلينا نيجي نتعرف على هذا الابروتش بشكل مين عملي، فخلينا نيجي نبرمجها. اذا بالبدايه انا عندي هون راح اجي انشئ مين كلاس. هذا الكلاس انا راح اسميه عمليا مين بالامبلوي، راح يمثل عمليا بالبيز مين كلاس، تمام. راح يحتوي على الامور مين راح يحتوي على الامور التاليه. اول امر راح يحتوي اللي هو على الفيرست نيم، تمام. اذا راح احكي هون عمليا مين سترينج فيرست نيم، تمام. وكذلك ايضا في عندي اللي هو عندي راح يكون اللي هو اللاست نيم، واللاست نيم كذلك ايضا من نوع مين سترينج. وكذلك ايضا لا ننسى اللي هو عندي كان الايميل، تمام. هذا الايميل كذلك ايضا كان من نوع مين سترينج. وطبعا في عندي كان اللي هي ميثود، تمام. هاي الميثود اللي هي ما راح ترجع اي داتا تايب، وكان اسمها عمليا مين برنت مين فول نيم، تمام. هاي مين هي الميثود كانت بشكل مين عام. الان راح اجي اعرف في كلاس، تمام، هو عمليا ديرايفد مين كلاس، تمام. راح اسميه عمليا مين خلينا نسميه هنا بابليك. خلينا ننشئ هذا الكلاس. هذا الكلاس اللي هو راح اسميه اللي هو فول تايم امبلوي زي ما شفنا في السلايد، تمام. هذا الفول تايم مين امبلوي مين كلاس، تمام. راح يحتوي على الفيد اللي خاص فيه، تمام، واللي هو راح يكون من نوع مين فلوت، راح نسميه باليرلي سالاري، تمام. وكذلك الامر بالنسبه الى موضوع عندي هنا مين راح نيجي ننشئ انذر مين كلاس، تمام. هذا الكلاس راح اسميه انا بالبارت تايم امبلوي زي ما احنا شايفين، تمام. هذا البارت تايم امبلوي مين كلاس كذلك اذا راح يحتوي على الامور اللي خاصه فيه واللي هي راح تكون ايضا من نوع مين فلوت، وعمليا راح اسميه بالاورلي ريت، تمام. اوكي الان انا حتى استفيد من كل الامور الموجوده داخل من الكلاس او داخل البيز كلاس راح استخدم عمليا من الوراثه. حتى استخدم الوراثه معناته عمليا راح استخدم من الكولون واعطي عمليا بعديها اسم البيز كلاس. اسم البيز كلاس اللي هو عندي عمليا من امبلوي زي ما احنا شايفين، معناته عمليا صار عندي الديرايفد كلاس اللي هو فول تايم امبلوي صار بامكانه انه يرث من مين؟ من البيز كلاس اللي اسمه عمليا من امبلوي. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك انه الفول تايم امبلوي صار بامكانه استخدم الفيرست نيم واللاست نيم والايميل والبرنت فول نيم زائد ما بداخل الكلاس تاعه اللي هو عمليا مين اليرلي مين سالري. نفس الفكره بالنسبه عندي هون للبارت تايم مين امبلوي، تمام. بالنسبه لموضوع البارت تايم امبلوي صار بامكانه يستخدم كل ما هو موجود داخل مين الكلاس اللي اسمه امبلوي زائد اللي هو الاورلي مين ريت، تمام. فلو اجينا عندنا هون انشأنا خلينا نيجي نحكي عمليا مين اوبجكت من كل واحد منهم، فخلينا نيجي ننشئ بالبدايه اوبجكت من الفول تايم امبلوي، تمام، على النحو مين التالي. وراح لاحظ انه عندي معي هون مجرد بحكي فول تايم مين امبلوي دوت، لاحظ انه عمليا في عمليا انا مش عمالي عم بقدر اصل لمين لهي الفيلدز لانها عمليا مين ما الها موديفاير، او الموديفاير تبعها لما ما يكون في عندي لها موديفاير بكون الديفولت لها برايفت، بالتالي عمليا ما بقدر استخدمها خارج مين الكلاس. فبالتالي خلينا نعملها عمليا مين بابليك زي ما احنا عمليا مين شايفين. اذا بابليك للفيرست نيم، بابليك للليست للاست نيم، وكذلك ايضا مين بابليك لمين للايميل، تمام. الان صار بامكاني اني مجرد عمليا مين، طبعا
امر اخر انه ليس بالضروره او بشكل عام انه اي فيلدز بحطهم عم يمين بابليك، تمام؟ في بعض السيناريوز او البراكتيكال سيناريوز لازم يكون عم يمين برايفت، تمام؟ وبعد هيك انا بقدر اتحكم في هاي الفيلدز عن طريق مين البروبرتيز، تمام؟ طبعا راح يتم تغطيه البروبرتيز في الدروس القادمه ان شاء الله. الان مجرد ما عم يمين دوت وكترول وسبيس صار بامكاني استخدم الفيرست نيم واللاست نيم والبرنت فول نيم بالاضافه الى ما هو موجود داخل الفول تايم امبلوي اللي هو عم يمين اليرلي مين سالري. خلينا نيجي نحكي عم يمين الفيرست نيم ايكوال عم يمين بروجيم، تمام؟ كذلك ايضا في عندنا هنا فيرست تايم امبلوي يمكنك انك تحكي عم يمين لاست نيم ايكوال مين، خلينا نحكي عم يمين تك. اللي بدي احكي لك اياه خلينا نحكي كذلك الامر بامكانك انك تيجي تطبع عم يمين هون الفول نيم، لكن الفول نيم ما في عليها اي امبلمنتيشن، فخلينا نيجي هون نعمل عم يمين جمله الطباعه اللي هي كونسول دوت رايت لاين اللي هو فيرست نيم بلس مين سبيس طبعا زائد مين اللاست مين نيم، تمام؟ That's it. الآن باجي هنا مباشرة بحكي عم يمين first time employee dot print full mean full name، تمام؟ الآن مجرد عم يمين كترول مين و F5، تمام؟ راح تلاحظ انه عم يمين هنا اعطاني syntax mean error تمام؟ هنا مباشرة مين اعطى syntax error بحكي له عمليا انه البيزك كلاس اللي هو عم يمين مين employee is less accessible than class mean full time mean employee، تمام؟ لانه الكلاس عمليا اللي انا بتعامل مع البيزك كلاس هو عم يمين مين public، عفوا هو كان private الان انا خليته مين public، تمام؟ فمرة ثانية كترول ومين و F5 مباشرة طبعا يمين البروجيم تكنولوجي، تمام؟ طيب خلينا ننشئ عملية مين اوبجكت ثاني اللي هو راح يكون المرة هاي من البارت تايم مين امبلوي، راح نيجي نحكي عملية هنا عندي مين البارت تايم امبلوي راح اسميه بي تي اي اللي هي من بارت تايم امبلوي، راح يكون عملية مين نيو بارت تايم مين امبلوي، تمام؟ بالبارت تايم امبلوي صار بامكاني استخدم مين الفيرست نيم، بامكانك انك تحكي عملية مين هنا مين بارت فور اكزامبل، بعد هيك اللي هي البارت تايم امبلوي رح نحكي عم يمين دوت لاست نيم ايكوال عم يمين بارت مثلا تايم، اوكي؟ طبعا بعد هيك يمكنك انك تطبعهم اللي هي البارت تايم مين امبلوي دوت اللي هي برنت مين فول مين نيم. طيب اللي انا بدي احكي لك اياه خلينا نجي ننفذ مين الكود كترول واي اوف 5 راح يعطينا عم يمين البروجيم تك والبارت مين تايم. اللي بدي احكي لك اياه انه عندي هون انا بمجرد ما انشات مين اوبجكت من الكلاس او من الديرايفد كلاس اللي اسمه بارت تايم امبلوي وعمليا اجيت عم يمين دوت مباشره اعطاني عم يمين الميثود اللي اسمها برنت فول نيم. طيب لو اجيت على الكلاس اللي اسمه عمليا مين البارت تايم امبلوي عمليا هو لا يحتوي على البرنت مين فول نيم، اذا هو عمليا اوريدي لما انت تنشئ اوبجكت من الديرايفد كلاس هو اوريدي بروح بنادي عمليا مين بنادي عمليا مين البيز مين كلاس، تمام؟ هذا عمليا مين الملاحظه اللي بدي اياك عمليا مين تعرفها، تمام؟ اذا زي ما احنا شفنا هاي هي عمليا مين بروجيم تك ومين البارت مين تايم، اوكي؟ تمام. كذلك الامر بدي اياك انك تعرف انه احنا لما نيجي ننشئ عمليا اوبجكت، تمام؟ من اللي هو من من خلينا نحكي انه خلينا نوضحها بشكل مين عملي، لكن قبل ما نوضحها بشكل عملي خلينا نشوف السلايدات نرجع لهم، تمام؟ طيب اذا لاحظنا عمليا واي انهيرتنس لانه البيلرز اوف اوبجكت اورينتد بروجرامينج اعمده الاوبجكت اورينتد بروجرامينج تتكون من الانهيرتنس الانكابسوليشنز ابستراكشن البوليمورفيزم، كل هاي المفاهيم راح يتم تغطيتها في الدروس القادمه ان شاء الله. في هذا الدرس غطينا اللي هو الانهيرتنس. الانهيرتنس هي عمليا از وان اوف ذا برايمري بيلرز اوف اوبجكت اورينتد بروجرامينج، ات الاوز كود مين ريوز، طبعا خلت الكود تبعي ريوزابل، وكذلك ايضا قللت من موضوع التايم واحتماليه حدوث مين الايرور معي، تمام؟ لانه صار الكود عمليا عندي بيتم تعريفه مره واحده وبصير بامكاني اني استخدمه اكثر من مكان باستخدام مين اللي هي الانهيرتنس، تمام؟ اذا لاحظنا عمليا عندي في البيز كلاس باخذ الكومن فيلدز بروبرتيز ميثودز وبحطها داخل مين داخل البيز كلاس، اما في الامور اللي تتعلق في الديرايفد كلاس، تمام؟ فبحطها داخل مين داخل الديرايفد كلاس واللي هي ممكن تكون بروبرتيز ميثودز فيلدز وغيرها من هاي الامور، تمام؟ زي ما شفنا في المثال مين العملي، تمام. الانهيرتنس سنتكس معناته عمليا في عندي بيز مين او عندي بيز كلاس اللي هو اسمه كان مثلا بيرنت كلاس، وفي عندي ديرايفد كلاس، وشفنا انه كيف الديرايفد كلاس بيرث من البيرنت كلاس
وذلك باستخدام عملية من الكورن. تمام؟ خلينا نجي الآن الملاحظات المهمة التالية وهي مهمة جدا. In this example derived class زي ما احنا شفنا يرث من مين؟ من البيرنت من class. تمام؟ النقطة الثانية المهمة جدا انه C sharp supports only single class inheritance. معناته عملية ان C sharp ما بتدعم موضوع multiple inheritance من class. تمام؟ تمام. خلينا نشوف هالحكي بشكل مين عملي. لاحظنا عمليا عندي هنا في class basic class اسمه employee child class اسمه عمليا مين هنا full time مين employee. لو اجيت هنا عمليا انشأت مين اللي هو خلينا نحكي class. تمام؟ وهذا class عمليا مين اسمه مين A. تمام؟ على النحو مين التالي. وأزيد أحكي لك إنه هذا الشايلد اللي هو اسمه full time employee هل بإمكانه إنه يرث من اللي هو البيزك كلاس اللي هو اسمه employee وبنفس الوقت بإمكانه إنه يرث عمليا مين من ال A؟ يعني هل ال derived class أو ال child class هل بإمكانه إنه يرث عمليا من أكثر من basic class في نفس الوقت؟ الجواب هو عمليا مين لا. خلينا نعمل كترو F5 راح تلاحظ إنه مباشرة أعطاني عمليا error. وهذا الايرور هو عمليا بيحكي لي انه الفول تايم امبلوي تمام اللي هو derived class cannot have multiple mean base classes. تمام؟ اذا عمليا السي شارب ما بتدعم اللي هو خلينا نحكي المالتيبل مين انهيرتنس. تمام؟ تمام. او multiple class inheritance. تمام. لكن السي شارب تدعم اللي هو ما يعرف بالمالتيبل ليفل كلاس انهيرتنس. تمام. لاحظ انه عمليا استخدمت كلمه مين ليفل. تمام. يعني انا بدي الفول تايم برث عمليا من مين؟ من الامبلوي. اذا بدي عمليا مثلا الاي ترث من الفول تايم والامبلوي مع بعضهم البعض، معناته عمليا شو باجي بحكي؟ بحكي بما انه الفول تايم هي وارثه من الامبلوي، مباشره هسه بخلي الاي ترث من مين؟ ترث من الفول تايم employee بكل بساطة. إذا صارت عمليا مين الدرايفد كلاس اللي اسمه A يرث ما بداخل الفول تايم، والفول تايم هو already عمليا وارث من مين؟ كل ما هو داخل مين الامبلوي. تمام؟ فإذا صارت عندي عمليا مين هيك الكلاس، صارت السي شارب عمليا هي تدعم اللي هو multiple level class inheritance ولا تدعم multiple class inheritance بشكل مباشر. تمام؟ هي على شكل على أكثر من level هي تدعم هذا الموضوع. إذا مباشرة هو لو أجيت إنشأت مين object من الكلاس اللي اسمه عمليا مين A، راح تلاحظ إنه عمليا مين ال A هو عمليا راح يأخذ كل ما بداخل مين اللي هو derived class. تمام؟ اللي هو الفول تايم. فلاحظنا عمليا مين ال A راح يكون بداخلها اليرلي مين سالري زي ما احنا عمليا مين شايفين بلس لكل ما هو موجود داخل مين؟ داخل اللي هو الكلاس اللي اسمه employee اللي هي الفيرست نيم لاست نيم ايميل برنتفول مين نيم. تمام؟ هاي عمليا مين الملاحظه اللي بدي اياك مين تهتم فيها جدا. اوكي. كذلك الامر شفنا انه the child class is a specialization of base mean class. في حق زي ما احنا شفنا انه هون عمليا مين اللي هو ال base class بيحتوي على الامور الكومون، لكن ال derived class عمليا بيكون more specific or more custom. تمام؟ اوكي. وكذلك اذا شفنا انه البيز كلاس ار اوتوماتيكلي انستانشيتد بيفور مين؟ بيفور ديرايفد كلاس. شفنا هذا الحكي بشكل عملي انه لما انشانا اوبجكت من اللي هو الديرايفد كلاس مباشره صار بامكاني اني اشوف ما بداخل مين البيز مين كلاس. يعني عمليا كيف بشوف داخل البرنت فول نيم؟ وانا عمليا انه وانا عمالي بنادي البار تايم، والبار تايم هو عمليا ما في داخله مين برنت فول نيم، معناته عمليا اوريدي عمل عمليا مين اكسس لمين للبيز مين كلاس ونادى عمليا مين هاي مين الميثود. إذا لما أنت تنشئ object من اللي هو خلينا نحكي child class هو عمليا already بيقوم بإنشاء مين؟ بيقوم بإنشائه أو بيقوم عمليا بشكل أوتوماتيكي بمنادات derived mean class. تمام؟ تمام. الأمر الآخر اللي بدي إياك تعرفه اللي هو عمليا هو مهم جدا إنه ال parent class constructor execute before the child class constructor. تمام. خلينا نفهم هذا الحكي بشكل مين عملي. خلينا نأخذ مثال عملي على هذا الموضوع. تمام؟ على النحو مين التالي. خلينا نيجي نفترض عندي هون ننشئ هون عمليا مين كلاس على النحو مين التالي. بدي انشئ كلاس، الكلاس اللي راح انشئه خلينا نسميه، خلينا احنا نبدي هون كلاس، ننشئ كلاس public class راح اسميه parent class زي ما احنا شايفين. هذا البيرنت كلاس راح يحتوي على constructor، والconstructor ما له اي return type، وعادة باخذ عمليا مين اسم مين الكلاس. تمام؟ زي ما احنا شايفين راح نعمل هون عمليا مين جملة طباعة اللي هي console.writeline. مباشرة راح احكي هون عمليا مين اللي هو parent class أو خلينا نحكي yes parent class constructor
تمام؟ cold تمام؟ نفس الفكرة عندي هون. راح أرجع أنشئ كلاس آخر، راح المرة هاي أسميه اللي هو derived class تمام؟ أو خلينا نسميه child class. اوكي راح انشئ بداخله كونستراكتر. هذا الكونستراكتر نفس الفكره، ما له اي ريتيرن تايب، اسمه عمي راح يكون اللي هو تشايلد كلاس. كذلك الامر في اللي هو كونسول دوت رايت لاين ميثود. خلينا ناخذ هاي عمي نفس الوقت نفس الجمله تمام. وهون عمليا رح نيجي نحكي اللي هو child mean class. خلينا نيجي ننشئ عمليا هذا زي ما احنا شايفين اللي هو parent mean child class. child class رح يعمل عمليا mean وراثي من ال class اللي اسمه mean parent mean class. الآن لو جينا ننشئ object من هذا ال child class، وأجيت حكيت child class، خلينا نسميه cc equal new من ال child mean class. اوكي الان شو بتتوقع؟ انا عمالي بنشئ اوبجكت من مين؟ من التشايلد كلاس. بمجرد ما تنشئ عمليا اوبجكت من التشايلد كلاس راح ينادي عمليا مين الكونستراكتر الموجود داخل مين؟ داخل التشايلد كلاس. اوكي ولما مباشره ينادي عمليا مين الكونستراكتر اللي موجود داخل التشايلد كلاس، مباشره هذا التشايلد كلاس عماله بينادي مين؟ بينادي البيرنت كلاس. فاذا البيرنت كلاس مباشره راح يروح ينادي عمليا على مين؟ على الكونستراكتر اللي خاص بمين؟ بالبيرنت مين كلاس. اذا عمليا شو اللي راح يصير لما نادي مين لما انشئ اوبجكت من تشايلد كلاس؟ راح ينفذ مين الكونستراكتر اللي خاص بالبيز كلاس، ثم بعد ذلك راح ينفذ عمليا مين اللي هو ال خلينا نحكي الكونستراكتر اللي خاص بمين؟ بالتشايلد مين كلاس. خلينا ننفذ كنترول اف 5. اذا لاحظنا عمليا طبعا معي البيرنت كلاس كونستراكتر مين كولد، وكذلك ايضا هي التشايلد مين كلاس كونستراكتر مين كولد. تمام، نادى مين الكونستراكتر الخاص بالبيز، بعدين نادى مين الكونستراكتر الخاص بمين؟ بالتشايلد. طيب لنفترض انه انا عمليا عندي مين انذر مين، خلينا نحكي انذر مين، خلينا نحكي كلاس او انذر، خلينا نحكي كونستراكتر بابليك مثلا بيرنت، او خلينا مثلا ننشئ انذر كونستراكتر. هذا الكونستراكتر اللي انا بدي اسويه خلينا نسميه مثلا بابليك بيرنت تمام كلاس. تمام، بدي هون عمليا انشئ كونستراكتر ثاني. هذا الكونستراكتر عمليا راح ياخذ خلينا نحكي مثلا مسج سترينج مسج تمام، ومباشره بدي اطبع فقط هاي مين هاي المسج. اوكي كونسول دوت رايت لاين لمين بدي اطبع مين هاي المسج. اوكي طيب الان لما انشئ اوبجكت من مين؟ من التشايلد كلاس، مباشره راح يروح لهذا التشايلد كلاس، راح يشوف انه وارث من البيرنت كلاس، فمباشره راح ينادي مين ليس less parameter constructor تمام زي ما احنا شايفين، وعمليا ما راح ينادي مين اللي هو خلينا نحكي الاوفرلود الثاني من الكونستراكتر، بالتالي راح ينفذ عمليا مين اللي هو الديفولت less parameter من constructor، ويترك عمليا مين الكونستراكتر مين الثاني. تمام، فخلينا نعمل كتر ومين واف 5. اذا لاحظنا عمليا مين نادى البيرنت، بعدين عمليا مين نادى مين التشايلد مين كلاس مين constructor. طيب لنفترض انه انا عمليا بدي لما انشئ عمليا مين child او لما انشئ عمليا مين object من الكلاس او من child مين class، بدي عمليا ما ينادي لي عمليا مين less default parameter constructor، بدي ينادي لي عمليا مين البارامتر مين الثاني. حتى احكي هذا الحكي انه انا ما بدي انادي مين هذا الكونستراكتر، بدي انادي مين هذا الكونستراكتر الثاني. تمام، بالتالي عمليا لابد انك تستخدم عمليا مين عندي هنا مين كلمه اللي هي عمليا مين base. اذا انا مالي بنشئ object، معناته عمليا هنا شو بدي احكي؟ بدي احكي عمليا مين التالي اللي هو انا راح اعمل هنا نقطتين دوت بيز تمام على النحو مين التالي داخل مين التشايلد كلاس. راح احكي التالي عندي هنا بيز تمام، راح افتح عمليا مين هنا النقطه عفوا اقواس البارانثيسيس. لاحظنا عمليا في عندي تو فيرجن تو اوفرلودد من اللي هو من لما احكي بيز معناته عمليا بنادي مين؟ بنادي البيز كلاس. بيز كلاس اللي هو عمليا اسمه بيرنت مين كلاس، في له عمليا تو كونستراكترز اللي هو عمليا مين ليس ديفولت ديس باراميتر كونستراكتر، وعمليا مين كونستراكتر باخذ مين 1 باراميتر. تمام، فانت اذا مثلا بامكانك انك تنادي مين مثلا اللي هو ال1 مين باراميتر، وتطبع له مثلا عمليا مين مثلا مسج اللي هي مثلا ديرايفد كلاس، هنحكي كنترولينج تمام مثلا derived class مثلا controlling بس خلينا نظبط مين السبيلنج هون controlling تمام
parent class. Okay. تمام. الآن مباشرة لما أجي أنشئ object مباشرة راح يروح لمين؟ للchild مين class. تمام. راح يطلع على constructor، بالتالي راح يشوف إن أنا عمالي بنادي مين، بنادي مين البيز، راح يروح يعمل عمليا يبعث مين هاي اللي هي values لمين، لهذا constructor، ويطبع لي إياه. ثم بعد هيك مباشرة راح ينفذ مين اللي هو الchild class constructor مين called. خلينا ننفذ البرنامج كنترول اف 5. لاحظوا عمليا مين شو طبع، لاحظوا عمليا مين طبع derived class controlling mean parent mean class، ثم طبع بعد هيك mean child class mean constructor. تمام. لاحظنا عمليا مين ما طبع list mean parameter mean constructor باستخدام مين، باستخدام الكلمة اللي اسمها mean base. تمام. إذن هاي هي عمليا مين الفكرة من انه parent class constructor بيتم مناداته قبل ما ينفذ مين، ما ينفذ مين child class constructor. أخيرا thanks for listening and have a great day.